اسمي نور الدين أيوب، ضحية من الضحايا ديال مافيا العقار بمدينة سطات. الحضور ديالنا في هذا المنتدى هذا من أجل التعريف بالمشكل اللي واقع فيه ودادية بدر السكني بمدينة سطات. فالإشكالية اللي كاينة أن هذا المكتب المسير ديال الودادية من بعد حوالي 4 سنوات من 2009 حتى 2013 توقف، ما بقاش كي توقفت الأشغال. هاد المشروع هذا عبارة عن بقعة أرضية اللي كيهم 1200 منخرط. كان الأمل أن المنخرطين يحصلوا على بقعة أرضية من أجل الحصول على سكن. للأسف الناس اللي مكلفين بالمشروع أساءوا تدبير هاد المشروع، رغم أن حصولهم على مبالغ مالية كثيرة تقدر بحوالي 40 مليار سنتيم، ما استطاعوش حتى أنهم يتملكوا البقعة الأرضية. البقعة الأرضية اللي الثمن ديالها حوالي ربما 20 مليار سنتيم، فبقات عالقة. والمشكل تقدمنا بطلب القضاء، رفعنا دعوة قضائية. فبعد جلسات ماراطونية تم الحكم على الرئيس ديال الودادية والأمين المال ديالها. الرئيس حكم عليه ب7 سنوات، الأمين المال حكم عليه ب10 سنوات. المشكل هو ما هي حقوقنا نحن كمنخرطين؟ الناس راهم شادينهم مثلا في السجن، ولكن حنا شنو كضحايا ما هي؟ لذلك اتينا لهاد الندوه هذه باش نستافدوا، باش نطرحوا حتى انا لهاد المشكل ديالنا للناس الحقوقيين اللي كاين هنا، ونعرفوا ناخذوا من عندهم افاده. بالنسبه للضرر الاجتماعي اللي كاين بالنسبه للمنخرطين، راه اضرار فادحه. نعطيك مثلا امثله اجتماعيه لبعض الناس. كاين اللي مثلا كان عنده مثلا منزل او شقه، قام بالبيع ديالها ودفع الثمن ديال هذيك الشقه للوداديه، وقام ودخل في دور ديال في الكراء، وحاليا مشات لي فلوس ديال الدار وباقي كريم. لا هو بهادي لا يعني المشاكل الاجتماعيه لا تعد ولا تحصى. مثلا هناك ارامل اللي توفوا الازواج ديالهم، خلاو لهم الفلوس باش يخلاو من اجل الاطفال ديالهم. هذيك الزوجه قامت بغات تستثمر في هذا المجال من اجل الاطفال ديالها، فاذا بها في حي صبيس. يعني مشاكل كاينين، بعض اللي توفى وكاين البعض اللي جن، كاين اللي وقع في طلاق. يعني راه كما قلت لك كثره المساحه اللي هي 74 وكثره العائلات راه مشكله عويصه عندنا هذه. حنا حاليا دابا رافعين دعوه قضائيه من اجل حل هذا المكسب هذا وتعويضه بمكسب جديد. فكناشدوا السلطات لا على مستوى المدينه سطات او على المستوى الوطني انهم يساندونا، لانه لا يوجد اي حل الا يتحيد هذا المكسب. المكتب اثبت القضاء انه فاسد. الشرقاوي المعطبي نجات ضحيه من ضحايا مافيا العمران، مافيا العقار اللي هي العمران. احنا كان من 73 احنا كنسكنوا في الارض ديالنا اللي كتواجد في سيد العابد صابلدوغ. ببريقاتنا مسائل الارض ديالنا مرخصه ومجهزه ومبنيه ومسكونه. بريقاتنا مسائلنا عندنا لو تيتغ ديالنا، عندنا مسائلنا كلها قانونيه. كنتفاجئ واحد النهار ان العمران كتدعينا، داز احكام من مورا ظهرنا الابتدائي والاستئناف، وطلعت المجلس الاعلى وحنا ما في السماء يتعاود. كتجي رسائل ما كنتوصل حتى شي رسائل، وهي كانت نزع الملكيه كان على الاراضي الفارغه، واعتبرت ارضنا فارغه ألوغ هي ارض مرخصه ومجهزه ومسكونه. من 73 حنا سد العائلات تما، يعني من تما وحنا من 96 وحنا كنتخبطوا في هذا المشكل هذا. باقي ملي كنمشي للوكاله الحضريه، يعني راه مجموعه من 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 المؤسسات اللي داخله في هذا الشيء، الوكاله الحضريه والمحافظه وخلاص العمران وهذا. المهم اللي كنمشيو لتما كنلقاو اللي قال لك الارض ديالكم ما كتبانش هنا في هذا ما كايناش في هذا البلان هذا، ما كايناش ما كتواجدش. الوغ كو حنايا من 73 وعندنا الصور اللي كتثبت الوجود ديالنا، صور يعني ساتوليتير كتثبت الوجود ديالنا من 73 في 2010 في 2004 في 2010. المدير ديال العمران اعترف بالحق ديالنا وبغى يردنا ارضنا، وحصلناها مع السيده اللي في الشؤون القانونيه اللي هلكتنا من ذاك الوقت لدابا. وحنا باقي كنسوفريو، حنا 4 ديال العائلات كنسوفريو تما في هذا المشكل هذا اللي ما لقيش ليه حل. عندنا اجراءات قانونيه من بعدها، وقع الصلح بيننا وبين العمران، وجلسوا معنا وقال لنا بون نردوا لكم ارضكم، لان حنا عارفين بلا غلطنا وقع خطا، وعطاها المدير في 2010 عطى الامر باش السيده في الشؤون القانونيه ترد لنا مسائلنا. دارت معنا واخا، قالت لنا واخا، وخدات سبقات شي وحدين قبل منا اللي حنا نورمالمون حنا اللي كنا
معنيين بالاسترجاع ديال الارض ديالنا، خلاتنا همشتنا والاخرين ردت لهم ارضهم لان كانت داخله فيها الفلوس وداخله فيها. قلنا لهم الا كنتوا بغيتوا هذه الارض باغيينها ما كاين حتى مشكل، عطونا الثمن ديالها ومرحبا، باش تحيدوها لنا حنايا وتسكنوا تجيبوا سكن الناس، سكن اقتصادي او سكن ذوي الدخل المحدود، هذه ما عندها حتى معنى. خديجه من مدينه السطات، ضحايا من ضحايا وداديه بدر مدينه السطات، اللي المشاركين ديالها 1200 ضحيه. هاد الناس كانوا وعدونا باننا غناخذوا الاراضي ديالنا في 2014، في 2016 الاراضي، وفي التالي في 2016 كيصدمونا كيقولنا بانهم العقار ماشي في الملكيه ديال الوداديه. بدينا معاهم في الصراعات، وكانوا الناس صوتوا علينا احنا في الجمع العام، وكنا احنا صله وصل بينهم وبين المنخرطين والمكتب لايجاد حل. فين ما كنلقاو الحل هما كيتملصوا. فالتجأنا الى القضاء، التجأنا للقضاء في المحكمه الاستئنافيه، حكمت على رئيس الوداديه بسبع سنوات، وحكمت على مدير ماليتها امين ماليتها بعشر سنوات، والنائب ديالو بسنه نافذه، وبرأت الاخرين. احنا ما كيهمناش يتشدوا، احنا ما بغيناهمش يتشدوا، احنا كيهمنا البقع ديالنا، احنا بغينا الدوله تدخل وتحل لنا المشكل. احنا علاش التجأنا للقضاء؟ لان القضاء خصو يكون كيكون حاكم بيننا ويساعدنا ويكون الحقوق المتضرر، ماشي الواحد اللي دل في الماليه ديال الناس وبددها في حوايج اخرين. كنعاني ولان احنا ما بقيناش ولينا متابعين على المحاكم. مني كنقول لهم مدوا لكم اليد باش نعاودوا نحيدوا هذا الشيء، ما كيتملصوا. كاين اللي طلقوا، كاين اللي مساكن توفاو، كاين اللي طاعلي نصو، كاين اللي بزاف د الحوايج. المسؤولين راه عارفين المشكل ديالنا، وما عرفتش انا خصهم ينوضوا باش يكونوا كحاكم، باش يصالحوا بيناتنا، باش ناخذوا البقع ديالنا والمشروع ثاني بدا ينتعش، باش ناخذوا البقع ديالنا.